بعد ما كان المواطن يشتكي من عدم قيام السلطات المعنية بالقيام بحملة ضد الكلاب بالسابق، أصبحت الناس المكلفة بالقيام بهذه الحملة تشتكي من المواطن. معنا أحد عامل البلدية اللي تعرض البارح باعتداء بالعنف الشديد أثناء القيام بهالحملة هذه، نتعرف على الاسم الأخ. عثمان السعفي. سيد عثمان، كيفاش صارت؟ يا ولدي نحن أنت على التراكتور وبالحجر ودخلوا علينا بالحجر، ترانسفال ولاد ترانسفال جمل. وهاك هاك تشوف الحال، ها الراس، هاك تشوف الراس، ذي كتافي مخلوعة تو. أنتم ما كنتوا تقوموا بالحملة تاع عوان من الأمن من الشرطة؟ لا، معانا الأمن. بالرغم وجود الأمن، موجود الأمن وديما في أي توقيت مساء ونص؟ مساء ونص. يعني ونص. أنتم بالرغم كنتوا تقوموا في خدمة لفئة المواطن، أصبح المواطن هو اللي المواطن هو اللي يعدد علينا. وكانت تعطينا بالضبط كيفاش تعرضت للمحاولة التعتيدية؟ تعطيك بالتفصيل خاطر ما يعني جميل تسمع فيه. احنا الاثناش نتاع الليل تسمع فيه، احنا الاثناش نتاع الليل تبدا الانطلاقه نتاع حمله الكلاب السايبه حسب التعليمات والبرقيه اللي عندنا امورنا واضح. خرجنا من قدام المنطقه، مشينا حي النجاح، سيد رزيق، حي الثوره، خرجنا في ناس خسروهم هذاك تسمع فيه. فما كلب حاش اخويا نقول في الكياس في الطريق البرة، مش في الدار ولا البرة، احنا ضربناه في الطريق العام. في الطريق العام احنا ضربنا كلب قتلناه اخويا، وخرجت لنا عاري ولابس الحجر والتبان والوعد، هزينا تراكتور وثم جيران غاديك دخلنا تراكتور في حوش نتاع جيران، فهمني، وطلبنا الامن. ما خرجنا الامن الا بالسيف، يا منا المواطن يشكي على الكلاب السايبه، يا منا كي نخرجوا نشوف حالتنا، نشوف شنو ضرب فينا، نشوف القطع كيفاش. يعني ثم اضرار كبيره بالنسبه، ثم اضرار اكثر، هذا الزرات والراز الاخر الشبور، مازال الشبور ما جاش تراكتور سيالي تسمع فيا، مازال الشبور اللي انت بالتراكتور مازال ما جاش. يعني انتم اصبحتم مهدين من خلال القيام بالواجب نتاعنا، اصبحنا مهدين بالضرب وبالسب وبالشتم وكل شيء. كنشوفوا زميلك مشيت انت للقسم الاستعجابي، اعطيتش شهاده طبيه تحمل راحه؟ هي هاي هاي هون عندي، هو انا قصدي عندك شي كلمه تتوجه بها للمواطنين اللي قاموا بالتعليم؟ شوفونا حل، انتم تو تشوفونا حل كيفاش تو واحد يطلع يقتل يتضرب يتهان هكايا ولا كيف ما نطلعوش ما نخدموش نموتوا؟ ها شوفونا حل، ها انتم صحافة شوفونا حل. درة صغير موجودة في الليسته. اي قديه من 123 يزي نازل جيت تدخل تشوف هاي التواليت، تسمي شوية معاك هاي التواليت كيفاش Thank you.
كبرت. تحبوا الوزة ديك تمشي للبيت تاعك؟ طيب نعم. شو اسمه؟ بسمة. تقدروا تشوفنا كيفاش مثلا ناخذ الماء؟ بعد يرجع لك. نزول. عندي البناي الكبير 18 سنة من المعارس. الطفل عندها ومفارع فيه هنا وامه والبناي هاني عند جديه ملقاني باش نقومه والباب اللي جايبه اللي نمديه النهار والساعة الحاضر هاني راقد في صالة الهوية بر بس من القياس بر صالة الهوية تحت الكريم يسكنك شهرين ثلاثة ويضربوا يجيبوها البر هذه باش تعملها كوزين وتاكل وتشرب فيه والباب ها ومن هنا مشيت حال وعاون عليهم ولدي الله يرحمه ما يخيب حابس بدات نتعيا زوج بدات نتعيا انا تلبس مكسره وحاله حليله وبديد مالح 18 سنه بيتنا ما تكسبليش وهي شبيها مطلقه ولا كيفاش؟ ديما انا جات من عند الحاك بناتي واللي جايب بدي مليها النهار خذيتها قبل 500 يعني في 2011 خذيت بوحده 500 هاش عملت بيه معناها ثم خمس سنين حسن من الحمامات هذا يا حمامات كلهم لان بنى على الواحد خذيت 500 سالتها قداش عملت بها قالت لي زدت عليها وعملت الدار نخدم انا تعرفني في الحي الدار الحي مزدت خذيتها من هنا وطيحت بها من الواحد وصبيت بها الدار صبيت بها الدار وانا نخدم في الحمام نطنش في الحمام كل شيء كملت مزات ناقص الوجه ومزات ناقص الزليز الوليدات يرقدوا لي منهم للطاف في الزليز هذاك هو يعني اللي عطيتني بها كملت بها مع شنو عطيتك يا عم؟ يعني الحاكم اللي عطاني مع انا من شويه فلوس عملت كاع الحار ساعدته الحمام عاش نجم نخدم فيه هدني فيه الحمام صراحه طيب يطلع لي الدم والسكر وواحد ما عادش قاعد الراجل هاو قبل مريات عند عقب تاع عينين ما نجمش يخدم مريات الغلاوي الكويزه هذا المرج اللي عطيتني باش عاونتني فيه وقعدت حابسه تو على الدبير هاك ونزلت الوليدات باش نجموا على يربطوا ما تحسش اللي فما فرق بين الوعود السابقه والوعود الحاليه الحمد لله انا تو سنين على ما كنت تفرهدت باش واحد كل واحد على ما كنت قبل ومعاه تو تفرهدت شوي مش كما كنت بكري يعني مغسوره وكانوا وليداتي الحق شتي تصب عليهم من يا ربي يعني زدت نخذت القرض يعني عاونوني معاهم شوي ما انا ملمده شويه فلوس الحق عملت بهم اللي بديت مازال الوجه قاعد ماشي مريقل بالقدا والواحد وزليز وليداتي منهم للسيمان يرقدوا